السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم كما راكم تشاهدوا نبتة جديدة، وعدتكم بيها المرة اللي فاتت وقلت لكم راح ندير لكم نبتة معجزة ولازمنا كامل نشروها ونوضعوها في البيوت تاعنا وفي غرف النوم. راح نعرفكم بها نبتة السانسيفيريا، أو في بعض البلدان أو في بعض المناطق يسموها ويعطوها اسم جلد التمساح أو جلد النمر. الموطن تاعها الأصلي هي قارة إفريقيا الغربية. هذه النبتة معتادة على ظروف قاسية، يعني اشريها وانسيها في البيت تاعك أو في الغرفة تاعك. ميزة هذه النبتة ميزتها تنقية الجو، يعني الجو الملوث في الغرفة أو في المنزل تنقيه، تمص كامل السموم وتعطيك الأكسجين. ينصح بها اللي عندهم الأمراض الصدرية، أي أمراض الحساسية أو أمراض الروم. هذه النبتة ما تحتاج إلى عناية كثيرة، ما تحتاج إلى سقي معتدل وما تحتاج إلى إضاءة، يعني وضعيها في الظل في البيت وين ما عندكش إضاءة الشمس تعيش. والسقي تاعها ما يكونش معتدل، يعني كي تشوف فيها التربة تاعها يابسة وناشفة اسقيها. في فصل الشتاء انا ما نكذبش عليكم نسقيها خطره في الشهر، في فصل الصيف نعسلها التربه تاعها كي تكون ناشفه. كما راكم تشاهدوا فيها اشكال والوان، فيها كما هاد اللي حنوريها لكم دروكا، هذه سموها القزميه، يعني النول بصح يبقى كما راكم تشوفوا تطوال شويه من الوسط وتحبس وتبقى شكلها جميل وشباب. عكس هاد الكبيره اللي راكم تشوفوا فيها، هذه توضع الخلافات من التحت وانا دائما ننقلهم ونوضع ديبو واحد اخرين. حلقه اليوم كانت على نبته السانسيفيريا، ما تبخلوش ديروا لنا ابوني وديروا لنا جيم، وان شاء الله يا ربي في الحلقه الماضيه راح نعمل لكم حلقه على واحد الحشره. هذا الحشره اسمها البق الدقيق، هذا البق الدقيق يجي في بعض النباتات، راح نعمل لكم نعرفكم به ونوري لكم طريقة التخلص منه بطريقة سهلة وبسيطة. المهم ان شاء الله يا ربي كتفتكم حلقة اليوم وبحلقة هذه النبتة. هذه النبتة والله شروها وضعوها في المنازل تاعكم، تنقي لكم الجو وتستفادوا منها. مع السلامة.